ليلك انت فيجن ولا فيجيتيريان؟ بسكتيريان، باكل سمك وحليب وبيض بس ما باكل لحمه، بس باكل كعك وبعمل كعك. فاليوم بدي شوف، عشان انا ما احكي انه انا بعمل كعك، بس انا بساعد بالتنقيش يا سمير. بدي تعليق سمير. بده ما انا بسالها بحكي لها نظره سمير. نظره سمير لجكتيها سؤال. انا بدي والله احكي كرمال سمير. انا سلمى لجكتها سؤال، بدي ياسمين ناصر ترانسليت. والله عيدن السؤال، شو قلتي لها انت؟ فينكن ولا فشخيك حسن؟ والله قالت لها هسه هي، والمشكله فهمت وردت. والله طلعت انا لحالي مش فاهم. والله عيدي السؤال. يعني انا السؤال اللي سالته لليلك اذا هي من اكلي فقط. لا 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 لا، اريد هذه الطريقه غاده سابه، اريدها كيف بالطريقه. انت فيجن ولا فيجيتيريان؟ فيسكيتيريان. طب انا حد يا سلمى، انت علمتيني هون كل ما حد يقول لك فيجيتيريان يعني نباتي. اوكي هذا كبيري، شو هاي بس كمان نباتي؟ باكل سمك وبيض وحليب بس ما باكل لحم ودجاج. رح نبلش هون بست كاسات من الطحين. طبعا الطحين هو معير بالكوب المعياري. تمام. هلا الكعك الاساور لازم يكون فيه شويه قرشه، عشان هيك احنا بنستخدم السميد. السميد اللي رح نستخدمه هون حبه وسط او ناعم او فرخه، لانه احنا ما بدنا اياه يبين في العجينه، بس احنا بدنا منه القرشه الناعمه. فرح احط هون كوب من السميد. المطيبات: ينسون وشومر مطحونين. طبعا اليانسون والشومر هم من ضمن دكه الكعك، في دكه جاهزه من عند العطار. انا صراحه بحب احطهم لحالهم، يعني بحب احمص عندي اليانسون، احمص الشومر واطحنهم واحطهم مع الكعك، بتبين عندنا نكهه الكعك وطيابتها. طبعا هاي التفاصيل بترجع لست البيت، ممكن تحطوا دكه الكعك وتنتهي القصه. راح نحط كمان هون المحلب المطحون. حبوب المحلب طبعا لازم نطحنها وبتعطي كمان نكهه طيبه. وكمان هون رح نحتاج المستكة. المستكة هون أنا طحنتها مع السكر. لازم المستكة حتى تنطحن ندمجها مع السكر. إذا طحنت المستكة لحالها ما بتنطحن. مع السكر حبيبات السكر بتساعد إنها تنطحن. تمام. رح نحط هون معلقتين كبار من السمسم المحمص. نكهة السمسم لما يتحمص يشهي. عندي هون حبة البركة، معلقة كبيرة أو معلقتين. حبة البركة ما حمصتها حتى نحافظ على زيت حبة البركة. أوكي. السكر بالوصفة اختياري، لأنه الناس مثلاً بتعتمد على حلاوة التمر، بس أنا بحب أحط حد نص كاس من سكر البودرة. شو كمان عندنا من المكونات؟ تمام. هلا رح أحكي شغلة، أنا حط بالوصفة حليب باودر، مش متوفر، ممكن تعجن العجنة بالحليب السائل. طيب أول خطوة راح أعملها، راح أحركهم مع بعض. كوب من السمنة، طبعاً السمنة اللي أنا مستخدمها هي السمنة الحيواني. وراح نحط هون زيت الزيتون، الكعك الفلاحي يعني زيت الزيتون. هلا في ناس بتحب تحط كاستين من زيت الزيتون، الصراحة زيت الزيتون ثقيل، فإحنا بنكسره بالسمنة. بالنسبة للسمنة هون زي ما حكيت لكم استخدمت السمنة الحيواني. في الوصفة أنا يعني حطيت من المكونات، ممكن تحطوا نص مقدار السمنة الحيواني السمنة العربي. نكهة السمنة العربي بالكعك بتشهي. فهلأ أنا الإشي اللي راح أعمله، طبعاً المكونات تتأكد تمام، راح نبس الطحين بهاي الطريقة. هاي الطريقة لازم تفركوا الطحين كثير منيح بالسمنة والزيت حتى يشرب عندي كل الكمية. دائما في قاعدة في المعمول في الكعك، بغض النظر عن الوصفة وأي وصفة أنتم بتستخدموها، الحركة الكثيرة العجن الكثير بيكون مثلا الطحين مع السمنة، السمنة مثلا مع السميد. بعد ما ننزل المي بنكون كثير بخيلين بالتحريك. اوكي. حتى يطلع معانا الكعك مش ناشف. يعني هسا انت قاعده بدك تحركي مزبوط. نعم. دمج السمنه مع الخليط. نعم. اللي حطيتيه كلياته. هسا ايش؟ عشان يشرب عندي كل كميه السمنه. كل جزئيه فيه. هلا هيك عندي الطحين، عندي شرب كل كميه السمنه والزيت. رح احكي شغله طبعا بالنسبه للكعك هذا. ايام بحب احط له نص معلقه صغيره من الخميره. تمام. بالأخص بأيام الشتوية بتكون صعب إنها بيساعد أكثر، بتفتح معك العجين أحسن. تمام. بس بأيام الصيف
ما بحط له الخميره. تمام. الخميره اختياري هي ربع معلقه صغيره، يعني ما بتفور معكم حبات الكعك، بس هي بتضلها تعطي طراوه للكعك. رح احكي كمان شغله ثانيه بالنسبه للعجن. في العاده احنا شو بنعمل؟ بنغلي اليانسون على جنب وبناخذ ميته وبنعجن فيه الكعك. انت متخيل فوائد اليانسون انك تعمل كعك؟ طبعا طبعا، يعني طعم ونكهه بتشهي. بس انا اليوم راح اعجن بالحليب لاني ما حطيت حليب باودر في العجينه. انا يعني حكيت بالوصفه كوب وربع من الماء او الحليب. انا في البدايه هون راح انزل كوب، وبعديها بشوف اذا العجينه بدها كمان ولا لا. راح اورجيكم، طبعا هون عندي الحليب دافي، راح اورجيكم كيف بدنا نلم العجينه. ما بدنا نعجنها كثير، لما نيجي نعجنها زياده تكسى معنا على الخبز. عشان هيك في ناس بتحكي لك الكعك طلع معنا ناشف، طلع معنا قاسي، لانه هو انعجن زياده. فالافضل بنضلنا نقلب فيها. طبعا هيك عندي العجينه خلاص، بس احكي بس بدي اورجيهم قوام العجينه كيف لازم يكون. العجينه لازم تكون معنا طريه، يعني شايفين ما بتتشقق معنا. رح اورجيكم اياها الفها كيف بنعرف، كيف بنعرف انه العجينه ما بدها مي، ما بدها شيء. لما نيجي نكورها بهاي الطريقه انها ما تتشقق معنا، ولما نيجي نفردها كمان انها تكون سهل علينا بالفرد. طبعا هاي التفاصيل كثير مهمه. ولما نيجي نلفها زي هيك انها تلف معنا بسهوله بدون ما انها بدون ما انها تتمزع معنا. طبعا هاي العجينه بنريحها تقريبا مدة 10 دقائق ربع ساعة حسب الوقت المتوفر عندكم، مدة نص ساعة. وبعديها بنبلش نشكل فيها. طبعا اكيد انا عشان وقت الحلقة مجهز عجينة، راح اورجيكم قوامها بعد ما ترتاح معي. تمام. التمر، طريقة عجن التمر، اول اشي لازم نحط عليه السمنة. انا دائما بفضل من الدهون نحط السمنة، بتكون اقوى. التمر ما بيكون معكم ناشف، فبحط على كمية تقريبا هاي 900 جرام، بحط عليها معلقتين كبار من السمنه. وبنحط المطيبات اللي هي اليانسون الشومر، تعطي نكهه طيبه. تمام. وبنحط كمان القرفه، الله، كمان نكهتها طيبه. وبنحط جوزة الطيب اختياري، بس صراحه كل النكهه الطيبه بجوزة الطيب. تقريبا هون بنحط ربع معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة، النكهة الطيبة كلياتها بجوزة الطيب. وآخر إشي ممكن تحطوا كمان الهيل المطحون. وآخر إشي راح نحط معلقتين كبار من السمنة. وبعديها بنعجنها. يعني حتى التمر عليه لازم تتبيلة حتى تحس في النكهة الطيبة. وبعجنها كثير منيح، بس انا راح احاول. بدي اقول ما اني اكلت حبه حسن الحريم متغدي. طبعا هون عندي انا التمر مجهزيته معي، بنشكلها بهاي الطريقه، بنعملها على شكل اسطواني بهاي الطريقه. هلا راح احكي بالنسبه للعجينه هاي. شوفوا العجينه هاي، طبعا انا عمليتها الصبح، ريحتها جوا الثلاجة وعلى طول اشتغلت فيها. يعني ممكن تريح العجينة ست ساعات ما بصير لهاش شيء. بس هاي العجينة شو ميزتها؟ أنا ما خمرتها، مدامها مش مخمرة بتاخذوا الوقت كله برياحة. بنقطعهم وبعديها بناخذ قطعة العجينة بهاي الطريقة. شوفوا ما شاء الله قوام العجينة، يعني ما بتتشقق بسهوله، بتنفرد معكم. شو مشربه سمنه؟ شو بدي شققها؟ مشربه سمنه تنها قالي بكره العيد. ممكن تعملها بزيت الزيتون. لا بالسمنه، بس بالسمنه والله اطيب. سويتي بالسمنه وانا اسوي بالسمنه اكيد نقلها. بدنا نسوي زيك هلا. هيك طبعا بنسكر الطرف كثير منيح. وبنلفها فقط، لازم تسكروه كثير منيح حتى انه ما يفتح معكم على الشوي. شوفوا القوام ما احلاها، سهوله كامله تشتغل معكم. كعك الاساور، تمام.
بسموه كعك الأساور لأنه زي ما حكيت الشيف شكله زي الإسوارة، 6 أكواب طحين وكوب سميد ناعم، 3 ملاعق كبيرة سمسم محمص، وأقل من ملعقتين كبيرتين من حبة البركة، ملعقة صغيرة محلب مطحون، وربع ملعقة صغيرة من المستكة. نحتاج لمطحونة بملعقتين كبيرتين من السكر، يعني سكر مطحون. سكر مطحون. ملعقتين كبار. 3 ملاعق ده عربي ده يا سلام. 3 ملاعق كبيرة من اليانسون والشومر. 3 ملاعق كبيرة من السكر والسكر البودرة. نعم. نصف كوب حليب بودرة وربع ملعقة صغيرة خميرة وكوب زيت زيتون. نعم. زيت زيتون أصلي يعني. نعم. نحتاج لنصف كوب سمن، ملعقتين من السمن العربي وكوب وربع ماء. التمر طبعا ملعقه كبيره ينسون وملعقه شومر هذا لما نسوين، ربع ملعقه طبعا صغيره من جوزة الطيب، ملعقه قرفه وربع ملعقه صغيره هيل مطحون، ملعقتان من السمن العربي. من يحب هاي الاكله بعتذر منه، اللي ما بحبها راح يعتبرني ولا كاني ما اكل شيء. تمام. هاي الليمونه اذا بتحب الليمون تقدر تزيد عليها. بحب الليمون هي هيك. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا عيني، أعطتني عشان أذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. ها، هلا هدول نخاعات خروف طبعا منطفيتهم بمي باردة وليمون. والله امسكي هيك بكفي، خلينا نشوف هيك. يا سلام يا سلام. فالنخاعات بكل بساطة، أول إشي لازم أكيد يكون فرش، هاد من مصدر موثوق منه. تمام. بتنظفوا بس بمي باردة وليمون، شرايح ليمون، وبنفركهم بمي باردة وشرايح ليمون وبنصفيهم بالماء ولمع. والله بشهوا الصراحة، فرش فرش يعني. تمام. شو بنعمل؟ بنحطهم بمي باردة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بماء بارد بالضبط، لانه احنا بدنا التغليف اللي نشيلها هاي، صح؟ بالضبط، حتطلع اللحوم والدواجن. بالضبط، اللي تسخن معانا براحتها بحيث انه نصير نشيل هاي تطلع الرغوه، اللي بتطلع. بالضبط، عشان ما تظلها ما تعطينا، بديش يعني اللي هي الزنخه بنسميها بالعاميه، اللي هي بالضبط ما بدنا اياها، بدنا نشيلها. تمام. فهلا زدنا مي سخنه. تمام، هسه بشيل شوي فاره مي. سلم ايديك. انت بتحب الانخاعات صح؟ انا باكل. أوكي. باكلهم سندويشات يعني. طبعا بصل، جزر كيوت على شكل ورد مقطعيته. اوكي. جزر كرافس. هلا هاي كلها مطيبات بس بتعطي ريحه ونكهه كثير طيبه للحوم. تمام. نحط ليمون، شريحتين ليمون صغار. نزيد ورق غار. جميل. وهون عندي بهارات، حب هيل، فلفل اسود حب، وكزبره حب. الله الله. تمام. واذا بتحبوا كمان عرق زعتر، مش غلط. هاي بتعطي، هذول رح يغلوا مع بعض منيح. هسه رح نحط 2 معلقة زيت زيتون. تمام. وهلا انا هون حشتغل على نار هاديه قبل ما هدول يستوا. هي حنزل لك انا هون. ايوه بيرفكت. تمام. حط شويه زبده. تمام. انا شوفي رح انقلك لهون، حطه على هون على 3. اوكي، حط في هذا اللي هون، خذ راحتك هون. ممتاز. تمام تمام. شو رح نعمل؟ رح نزيد توم، يعني شرايح انا مقطعتها. اوكي. وعلى نار هاديه رح اخليهم زي كانهم ايش، مش مستعجلين عليه. بالضبط، عشان يستوي شوي شوي. يعني انا ما بدي احمر التوم، بدي اياه برضه يصير القوام تاعه مثل الزبده هيك يدوب. طيب. هلا عم نصفيها. هسه قاعدين بنصفيها. الله، عن جد احكي لي كيف الريحه؟ ما فيش ريحه، انا مش شامم ريحه بامان. يعني انا هنا بالاستوديو ومش شامم ريحه ما يسمى انه ريحه سيئه او ريحه الزنخه اللي احنا يعني لا نريدها. بالعكس، ريحه البهار وريحه الثوم وريحه بتحب اللي بحرق ولا لا؟ والله مش غلط يعني. ازود ولا ما ازود؟ زودي زودي يلا. طيب مهند بده ايانا نزود شوي. زودي. الله الله. تمام. وشو بنعمل؟ حنحط كزبره ناشفه. اوكي. وراح نحط بودره بصل. تمام. سمبل صح؟ جدا. قطعناها.
انت على الهدى مش انه تشتشي هيك على الهدى تغليف بالضبط تغليف بالضبط تغليف وليس سفع لا 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 اوكي يعني ما احنا ما بدنا نحمرهم بس بدنا كل النكهات تتغلغل مع بعض هلا بس بنزيد شويه ملح وفلفل وخلص بنقلبهم شوي وبكون الله. خلصنا طيب تقلبيهم بترفعي ال 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 هلا بنرفع شوي الخبز جاهز لل الخبز جاهز اوكي تمام الله 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 عليك يا شيف ياسمين بالنسبه للنخاعات بالزبده والثوم بدنا 4 نخاعات خروف بدنا جزر بصل كرفس شرايح ليمون حب هيل فلفل اسود حب كزبره حب ورق غار معلقتين كبار زيت زيتون معلقتين كبار زبده ثوم حسب الرغبه طبعا فلفل حار معلقه صغيره بودره بصل معلقه صغيره كزبره مطحونه وفلفل اسود يا جماعه هاي لسان الخروف يا عيني شايف بحكي شايف والله كاين لسانه طويل يا بس يا خوفي كان يحكي علي وعليك يا زلمه يعني معي مع المرحوم شيء غير شكل يا جماعه هذا لسان منظف طبعا لسان لحاله شايلين الغليغ اللي على جنب منظف جاهز مجنن ما شاء الله شايف والله هي صوره بلا صوره 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 مع لسان بالله لو سمحت يا استاذ توكلنا على الله تمام يلا شوف سمير هلا احنا ما رح اسلكه على الهواء لانه احنا كثير حكينا كيف بنسلك بصفحتي وبقناه رؤيه هون اكثر من مره طبعا. بس بنجيب مي مغليه مي عادي أوكي. بنحط فيها بصل مقطعه حبتين هيل ورقتين غار وبننزل فيها لسنات بصير من اروع ما يكون بعد بس بنخليها اذا على غاز عادي من ساعتين لساعتين ونص بتطلع دايب وبالضغط ساعه يعني من 45 دقيقه لساعه فقط جميل. بيطلع عندنا بيطلع 100% بالضبط متفقين هيك لسان هون متفقين انه جاهز هلا لما بيستوي بيكون طبعا بيطلع بطوله بس بناخده وبنشيل القشره الخارجيه هاي القشره اللي هون لما يعني يفضل انه لا يستحب انها تتاكل مع أوكي. اللسان أوكي. بنشيل القشره وبنقطعه بهاي الطريقه تمام قطع بهاي الطريقه بعد ما هاي القطعه من الزور موجوده أوكي. وهي اللسان نفسه حلو جاهز نروح يلا بسم الله زيتاتنا وين زيتاتنا على المقله الحامي بس تمام هاي زيت بننزل تومي غدير معنا وقت كويس تكلم لا هي بدي اصلا تاخذ شوي خليها تاخذ دور ايوه هسا شو بنعمل بننزل عليها كزبره تمام يا عيني هلا جاهز تشم الريحه طبعا والله شامل هون انا عندي طبعا ما احنا حاطين اليوم نشمشم روائح بس يلا فكره هاي طريقه فخمه هاي فخمه وريحه وطعم وإشي يعني احنا خلص متعارف على لسان ابو عون انه خلص بناخده من هالخروف يا بنعمل عليه فته يا بناكله هيك زي كامل بس حلو هيك انك تعمله صينيه والله كمان يعني طيب مع ورق العنب بالضبط والله طيب هلا بننزل عليه عصير ليمون شويه فلفل اسود شويه ملح بناخذ اللسانات المقطعه بننزلها على كل الخلطه اللي احنا عملناها يا عيني موافقين هي ما بتاخذ وقت كثير لانه اصلا مستويه اللسانات بالضبط بالضبط بس هيك تاخذ الطعم سبيكه بس يا عيني بنجيب زعتر بري ناخذ شوي صغيره مش كثير يا سميري مرمر الاكل شوي صغيره لانه الزعتر بمرمر بمرمر لأنه انا بقول ابو عون ليش لما يسوي شغله بالزعتر بتمرمر بكتر ابو عون خفف شوي صينية لسانات خروف بالزعتر البري لسلق لسانات بدنا بصلة وحبتين ورق غار ثلاث حبات هيل ملح وحبتين ثوم عصير ليمون ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة فلفل أسود ملعقة كبيرة زعتر بري وملعقة صغيرة كركم فللوصفة رح نستخدم 3 أكواب من الطحين الأبيض طبعاً أنا اليوم رح أخلط طحين أبيض وطحين أسمر حبيتوا تعملوها كلها طحين أبيض أكيد بيصير تقريباً نص كوب من السكر ممكن تحطوا أكثر سكر حتى 3/4 الكوب طبعاً هون رح نحتاج ملعقتين كبار من حبة البركة
راح احط هون معلقتين كبار من السمسم المحمص، وراح نحط حليب الباودر عشان نعطي طراوه للعجينه. اقراص العيد راح نحط لها ملعقه صغيره من الكركم. هلا هون راح نحط اليانسون والشومر المطحونين حتى ناخذ النكهه الطيبه. جيبوهم فريش او اطحنوهم في البيت فبتاخذوا يعني ريحه يعني لما تمسكوا قراص العيد جد بتشوفوا فيها ريحة العيد، يعني اليانسون الشومر هذول الأشياء بيعطوا نكهة كثير طيبة. لازم نحط المحلب المطحون. هسا احنا هيك بنعمل جورة، حط أيوة. شوي نص كمية المي النص أيوة. بالمي. يعني احنا لازم والله اداؤه متحسن يا شيف. هون شوي بالقاع ايوه كمان حط ناس ننزل. فالافضل انكم ما تشدوها بالطحين. خلص عيني عليك. هلا رح نحتاج زيت الزيتون كمان. من اول مره بحس انه وجودي مهم في الاستديو صراحه. مش مهم كثير يعني. عجينه بدها عجن شوي زياده. هلا انا رح استمر في العجن شوي عبين ما ياخذ فواز اتصالات، بس الفكره انه بالاخير لازم نحط زيت الزيتون حتى تلم معنا. وشغله ثانيه، العجينه احنا بدنا اياها بهذا القوام، لازم تضلها معنا العجينه طريه. طب شيف انت اعجني. رح اعجن. هلا انا شو اللي بعمله؟ بدي احط ورق زبده بالصينيه. لا عين عليك. حتى اني لما اجي اروح الشغل مع البنات غير، كل شيء قصقصه وزي هيك. عجنتها قبل الهواء، بس بدي اورجيكم قوام العجينه عنا. القوام طري، شوفوا العجينه ما احلاها يا عيني. وما احلى ملمسها يا عيني. تمام يا عيني. يعني هيك بتكون عندي جاهزه. مهند انت حكيت لي انه معي وقت، يعني مش قادر احكي. خلص ما شاء الله. فواز فواز تهاوشوا على الهواء وانا قاعد تهاوش وانا قاعد تهاوش بس بنتفاصل. قاعد راحوا الثلاث دقائق. طبعا قراص العيد بدها هذا القالب، هذا القالب وين ما تروحوا بمحلات الادوات المنزليه بتلاقوه، فهو احنا لازم نستخدم هذا القالب. زيتون نحط بهاي الطريقه، بنحطها على هذا الوجه، ما بنحطها بالوجه اللي احنا قرصناه حتى يطلع عنا السطح متساوي. وبعديها بنبلش نفرد فيها من رائع. لا ولونها بجنن وريحتها حلوه وريحه اليانسون فيها بتجنن. وهلا بنطلعها، شوفوا ما احلى. يا سلام يا عيني عليكي. يا سلام يا عيني عليكي. يا سلام. هلا كثرة زيت الزيتون على العجينه بتطلع معكم كثير مقحمشه وناشفه اطرافها، فانتوا حطوا بين يعني كل حبتين والثالثه بتدهنوا القالب زيت زيتون. واكيد اول ما نطلعها بندهن الوجه بزيت الزيتون وهي سخنه، وبعديها من هون عندي كاستين حمص حب، اوكي؟ وبعدين راح ازيد عليها تلت كاسة طحينية. إذا بتاخذوا المقادير بالضبط راح يطلع عندكم أطيب حمص منزلي. بكره على الفطور. لازم. حنحط نص معلقة صغيرة كمون. راح نعصر تقريبا بدنا معلقة ليمون. ملح. أنا مش شرطة كده بيعرفوا يمسكوا الإبرة. عن جد. معلقتين زيت. شو رح نعمل؟ رح نحطهم بالخلاط ونطحن. هيك رح نضلنا، إذا بدنا نعمل صحن حمص بدنا نضلنا نخلط لحد ما تصير القوام تاع الحمص كريمي. صحن الحمص عنا جاهز، نحطه بصحن على شوية زيت زيتون مع التتبيلة، ويا سلام مي يتسل الحمص. إحنا بدنا نرخي هذا الخليط، أوكي؟ وبدنا نزيد عليه لبن. كاسة لبن والله مقدار كبير يعني. yes. نوعا ما. اوكي بنرجع بنخلط، عشان نسيت احط سن الثوم. هلا بحطها. هيك خلاص. هيك صار عندنا الخليط، رخينا الخليط. anyways هلا ايش حنشرب شوي مية سلق الحمص. اوكي يعني الفتة أحلى إشي تكون إيش؟ مشربة. بالضبط. وبعدين يعني راح نحط عليها خلطة الحمص مع الطحينية. بسم الله. يا عيني ما في أطيب من صحن حمص بالبيت. فتة حمص صراحة. والله هاي يا بكرة على الفطور يا جماعة الخير، يا اليوم على الفطور. بس أختلك بلو ستاك. لا بعيد أنا. هاي وقعت. أوكي تمام. حط السمنة هون كويس. هيك. أوكي. وحنحط عليها اللحمات.
تمام، هاي قطعة من الكتف. شو رح أعمل؟ رح أفرمها قطع لحم كثير صغيرة. إذا ما بدنا نعمل هاي الطريقة بكل بساطة بنقدر نستخدم لحمة مفرومة عادي، أوكي؟ بس هاي الطريقة كثير طيبة الصراحة، بتحس بقطع اللحم صغار. هلأ بالنسبة للحشوة، هاي رح نزيد اللحمة، أوكي؟ ورح نزيد حمص. حمص مكون اختياري بس كثير طيب مع الفوارغ طبعا. شوية قرفة، شوية جوزة الطيب، تمام، هيل كثير هيل طيب. الهيل معه بدنا بودرة ثوم، بودرة بصل، شوية بودرة مرق وزيت زيتون. كلها تبهيرة مرتبة. كثير طيب. والزعفران، الزعفران منقوع بمي. اللي هي كثير طيبه طبعا مع الفوارغ. هلا ليه بحطها بالفريزر؟ عشان تنبرش معي بكل سهوله. هاي اللي هي اطيب إشي يعني. اذا ما بدنا نحط لي بنقدر نحط زيت زيتون. هلا شو بنعمل؟ بنحط لنا رشه ملح وفلفل وبنخلط عشان نجهز نبلش نحشي بيه. احنا البارت الجاي بنسوي الحشي هسه هيك، بنخلط هاي ايوه، بعدين حنحشيهن هون بالفوارغ. دولم حيفوتوا بدولم. ما حنستخدم المحقان، اوكي؟ راح نعمل، حنستخدم قنينه مي. شو حنعمل؟ راح نقصها، كونه البوز تاع القنينه كبير فراح يساعدنا انه نحشي بسرعة قاتلة يعني. تمام. كيلو بتقدر تحشيها تقريبا ربع ساعة. ضرب أربعة من هدول. طيب أنت بتنظفيهم محل ما بتجيبيهم، بعدين تردي تعيدي عليهم بالبيت؟ بنظفهم. طبعا. تعيدي مرة. أوكي. هلا طلعوا هيك. هلا شو حنعمل؟ حناخد الحشوة وبكل سهولة رح نضغط عليها بإيدنا. طلع عن جد شوف قد إيه سهل. ما بدي أنزل بالمعلقة. لا ما هو لا ما احنا بدنا نورجيك انه ما بدكاش تولز يا حبيب. هيا ما بدك تولز هيك. اوكي تمام تمام. اعطيني هاي معلقه صغيره. اوكي يا عيني كثير بضحكني خليفه. استاذ عبد الله خليفه بتحب لسه بحاول الفظها بالانجليزي. عبد الله وتحكي له 20 مره ما بحكيهم بالانجليزي. هيك بتخليه ما بتضغط، وبعدين بترجع بتفرفدهم عشان ايش يكون في مجال يتفلفل معه. تمام. أوكي. لازم يكونوا مفرف مش ربصات على بعض عشان يتفلفلن. بالضبط. فهاي عندي اياها جاهزه. اوكي شايف كيف كمش الاطراف استاذ؟ شايفين متابعينا الافاضل شايفين كيف طلع كيف الرز مفرفد والرز مفرفد تمام لحد ما تطلع الرغوه اللي على الوجه. بدنا نظلنا نشيل. بالضبط. اوكي بدنا نشيل الرغوه صح. بنشيل الرغوه اللي بتطلع على الوجه وبعدين بننزل فيهم المطيبات. يعني طب مطيبات ايش بتحطي فيهم؟ بنحطها يوم هلا بحكي لك. هي نفس تقريبا البهارات اللي استخدمناها بالحشوه ولكن بهارات صحيحه. تمام. اول شيء حنحط هون بصله، وهون عندي هيل حب، هون عندي مكعب مرق لحمه، هون عندي فلفل اسود حب، تمام، هون عندي البهار الحلو، هون عندي قرفة، وأكيد رح نحط كمان ورق غار، بودرة بصل وبودرة ثوم. هون عندي زي ما حكينا مش فلفل أسود، فلفل أحمر، أوكي؟ بس هذا أنا موجود عندي بالبيت بس حبيت أشاركه معكم. أوكي؟ تمام. ورشة ملح. استاذ يا عيني يا ابو نمروق انا واحد. وما ايش تتقدم صلصه مثلا خل وثوم وايش اسمه طبعا وفلفل. معلاق يعني ما فيه فلسفه، يعني هي كم قاعده لازم الواحد يعملها فيه، وبعديها اي اضافات ثانيه هي بترجع ذوق شخصي. انا رح اعمله زي ما بحكوا البيسك، يعني ما رح ازيد عليه اي شيء. اول شيء هون طبعا رح اجيب المعلاق من الثلاجه. يلا اعطينا المعلاق. بدي احكي لهم كم شغله. اول شيء بدي اجيب الكبده عشان ليه؟
لانه ما بدي اخليه انه يكون برا، يعني المعلاق دائما 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 الافضل والاحسن انه يكون عندنا بارد، يعني ما بنشتغل فيه بدرجه حراره. اوكي. حتى ايش انه ما يزفر معنا. طبعا هي دائما قاعده المعلاق لازم يكون عندنا بارد، بس هون راح اشيله من الصفات واحطه هون واحكي لكم انا بس طريق شغله كثير مهمه عنه. طبعا هون راح احطه على البورد ونخليه. هلا هون انا شو عامل؟ جايب صحن حاطط فيه ثلج عشان لما اجي اقطع المعلاق على طول احطه بصحن يكون عندي بارد. طبعا تمام. هون بدي احط الصحن الثاني. يعني انت بتحافظي هيك عليه؟ بتعرفي روان هاي التفاصيل الصغيره تبعت المعلاق هي ما بتخلي معنا المعلاق يصفر. هلا في ناس ليش ما بتحب طبخ المعلاق او ليش ما بتحب تشتغل فيه؟ بتحكي العلا انه مثلا بيكون معهم زفر. هلا تفاصيل صغيره لما تيجي تشتغل فيها، اهم شيء عندنا طبعا هون انا شو عملت في المعلاق؟ جبته امبارح حطيته بمصفاي، ما عملت له اي شيء عشان الدم الموجود فيه كلياته ينزل، ما ينزل في الاكل، لانه اليوم انا ما راح اغسل المعلاق. هلا الناس في 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 كثير نقاش، بتغسل المعلاق ما بتغسل المعلاق؟ اكيد خليهم يشاركونا في الكومنتات. يعني هلا بالنسبه لي انا ما بغسل المعلاق لانه كل الفوائد راح تكون فيه. هلا كيف احنا بدنا نتخلص من الزفره؟ كيف بدنا نتخلص من الدم الموجود فيه؟ زي ما حكيت لكم بجيبه بحطه بمصفاي حتى ينزل عندي كل كميه الدم الموجوده. لحالها بتنزل كلها؟ لحالها بتنزل. هسا بعد ما اقطعه نفس الشيء شو بعمل؟ بحطه بصحن، بحط فيه الفاين التنشيف هذا الورق، وبحط القطع عليه، فكمان الدم الموجود كلياته بينزل على الفاين. فانت بهيك مش مضطر انك تغسله عشان ما تخسر الفوائد. حلو. فيه. والآلية تبعت الطبخ كمان لها دور. حلو. بس هلا هون راح اورجيك طبعا هاي انا عندي الكبده. الكبده هون انا راح اعمله، راح انظفها وراح اشيل الكيس. اول شغله كثير مهمه عندنا الغلاف الموجود على الكبده. طبعا هذا الغلاف ليش لازم انه ينشال؟ الغلاف هذا لازم انه ينشال حتى تستوي معنا بسرعه، ما تغلبنا في الاستواء. طبعا هاي تفصيله كثير مهمة. هلا هون أنا قطعتها، بدي أقطعها مكعبات، حجم المكعبات زي ما أنتم بدكم، بس أنا إيش بحب؟ إنها تكون يعني لقمة. حلو. بس عشان أحكي لهم خطوة أنا بحب أعملها حتى نتخلص من الزفرة. هلا هون إحنا عندنا الكبدة قطعتها، تمام؟ شو أنا هون عندي؟ عندي برش الليمون. شو بعمل؟ بحط عليه هيك شوية منه إيش؟ من يعني منعطر الكبدة. ما والله بدها. وشو ومنحافظ إنه نخفف الزفرة اللي بدها تطلع والزنخة اللي بدها تطلع منه. هلا هون هاي بالنسبة لكبدة الخروف. هلا بدنا نحكي عن المعلاق اللي هو الفشة بالإضافة للقلب. شو بنحتاج للمعلاق؟ طبعا لا بس عارفين عليهم أول، لأن أنت شايفين أربع ألوان. شايف الألوان؟ هذه الحمرة الفاتحة شو؟ هاي الحمرة الحلوة هاي الفشة. هاي الفشة اللي هي ايش؟ تمام. الرئة. الرئة. اوكي حلو. تمام. هاي الفشة طبعا قطعتها نفس الشيء مكعبات صغيرة. حلو. هذا الابيض اللي عندنا هو العنقود احنا بنحكي له. اللي هو ايش بال هو الخيط اللي بربط ال ال هو العنقود اللي بربط المعلاق كلياته مع بعض. حلو. فبتحسي في طبات صغيرة زي هيك. طبعا هاي الطبات احنا بنسميها ممكن حلويات، الاشياء الزاكيه كلياتها طبعا بناخذها وبنقطعها. حلو. طبعا احنا هاي الجزء اللي بناخده من المعلاق. من المعلاق. اوكي. طبعا هاي لها طيابه خاصه. الجنبه هذا الاغمق شوي، هذا الاغمق شوي، هذا عندي القلب نفس الشيء بننظفه كثير منيح. قلب الخروف. نعم. قلب الخروف وبنقطعه. طبعا هون نفس الشيء انا مقطعته حجم صغير. ممتاز. الاخير عندي هون دهنه الخروف اللي رح نقلي فيها. وفي الاخير حطيت عليهم شوي من برش الليمون زي ما حكيت لك، حتى لما تيجي تفتحي يعني تشميه تحسي ريحته جد حلوه. هلا هون اول شيء رح نعمل، رح نحتاج كميه من الزيت النباتي. طبعا كميه الزيت النباتي اللي انا بدي اياها هون حتى اقلي فيها دهنه الخروف. انا اليوم استخدمت الصاج اكيد حتى اخذ النكهه الطيبه. اكيد ممكن تعملوا بالقلاي او اي شيء متوفر عندكم في البيت. هلا احنا بعد ما ذوب عندي اللية، طبعا هلا في ناس بتحب كميه اللية اكثر من هيك، اكيد هذا تعتبر ذوق شخصي، بس انا هيك شايفها ممتازه. حلو. صح. هلا انا هون شو بدي اعمل؟ بدي انزل الفلفل الحار، يعني انا سلام. هلا بدي اجهز حتى ننزل الكبده، ننزل الفشه. طبعا المعلاق يعني فلفل حار، قد ما حطيته بيعطي النكهه الطيبه.
وراح احط كمان هون البصل. طبعا البصل انا هون مقطعته شرائح، اذا حبيتوه مكعبات كمان بصير. يعني هي ما رح تاخذ وقت كثير، بس انه عشان انه ما يحترق معنا كثير حلو. هلا هون احنا حطيت انا ورق الغار تمام. وراح احط هلا بهاي المرحله الفلفل الاسود. شريفه طباخي بتقول لك تكنيك الطبخ اللي عم تطبخي فيه فخم للمعلاء بصراحه. الله يسعدها. صحيح يعني بتشهي حتى اللي ما بيحبه، تخيل هالدرجة. أنا اشتهيت شو عم تعمل. أنا ما باكله. ليش بننزل الفشة في البداية؟ لأنها أكثر شيء بياخذ معاي طبخ حلو، فعشان هيك لازم ننزله. لازم هون نعرف إحنا مدة السوى لكل إشي من أطراف من هاي الأكلات. هلا مدة السوى رواني بتعتمد على الفريش تبع المعلق. حلو. يعني مثلا التازة ما بياخذ سوى كثير، فعشان هيك يعني أنا يعني تقريبا بنحط مثلا كل شيء بنحط له 5 دقائق 7 دقائق حسب حتى كمان يعني الكميه وحماوه النار اللي عندك. حماوه النار تفرق. هلا انا شو اللي عملته هيك، بمسكها بوزعها بهاي الطريقه، ما بحطهم فوق بعض. هلا بنخليها ناخذ درجه الاسواء شوي تكون اكثر من هيك. هلا بدنا نحط الجزء الثاني. شو بنعمل؟ بنعمل فراغ هون تمام، بننزل هذول هيك بنوجههم على الاطراف. بعديها هون راح انزل القلب. بننزل القلب بنحطه في الوسط. هذا القلب. هذا القلب. هلا هون اخر شيء بدي احطه اللي هو الحلويات اللي حكينا عنها. نفس الشيء هون ببعد وبحطهم هون هاي الطريقه. يعني شوفوا هاي طبعا عندي مقطعه كلياتها. هلا الشيء اللي راح اعمله هون راح احط البهارات اللي انا بدي اياها. راح احط هون الكزبره اوكي، راح نحط الكمون. الكمون اختياري بس بيعطيها نكهه طيبه، وممكن تستغنوا عنه طبعا. هسه جماعه اللي ما بحبوا الكمون هون المشكله، بس عادي يعني احذفوها، ما كانكم ما سمعتوا جماعه ما بتكره الكمون. هي بس البهارات اللي بنحطها ملح وفلفل اسود، وبحط جوزة الطيب رشة صغيرة. حلو تمام. وهلأ هون راح ننزل الكبدة تمام. راح أتركها شوي. طبعا الكبدة ما منقلبها، منتركها 3 دقائق بعديها منبلش نقلبها. طبعا المعلاق راح أحط له ثوم تمام. هلأ هون راح نحط الثوم. هاي إن رح نطفي فيها المعلاق اللي هي عبارة عن الثوم المهروس والليمون. يعني زي قدحة. زي أيوة، بس إيش بتكون نية. نية. تمام. أنا اليوم رح أطفي بالثوم ورح أطفي بالعصير الليمون. ممكن تستبدلوا عصير الليمون بالخل. وآخر إشي رح أحط الملح. يا سلام. طبعا هيك عنا تمام. رح أكتر ملح عشان الكمية يعني كلها. يعني انت ما ملحتي قبل المعلاق؟ لا ما بتملح المعلاق. المعلاق اخر مرحله من منملح فيه. حلو كمان. هاي تركه مهمه. هذا الاشي ايش بيعطي نكهه سلام طيبه للمعلاق. بس هون رح اورجيهم كيف شكل الكبده. يعني هيك بدنا اياها انها تكون شرائح رفيعه، يعني اصغر من الاستراغانوف صح؟ ايوه نعم، عشان ايش تستوي معنا بسرعه وتضلها معنا محافظه على طراوتها، انها ما يعني ما تنشف معنا. تمام. يا سلام حلو. فهسه هون الشيء اللي بدنا نعمله اول شيء راح احط الزيت النباتي. طبعا انا الزيت بيساعدني في تقلايه الدهن الخروف. يعني انت دائما بتعملي ميكس ما بين الدهنه وشوي من الزيت، وممكن انكم تستغنوا عن الزيت يعني بتكتفوا في الدهنه. بس انا بس اتاكد اذا حاميه ولا لا. هي ما لحقت انها تحمى، يعني بدها نقطه بدها دقيقة. نتفه. بس خليني لكان اشرح، خليها هون عشان قليل. اعرف بدي احكي هون عن اللي طبعا راح استخدم مع الكبده. راح نستخدم القلب. القلب نفس الشيء قطعته بنفس الطريقه الشرائح. هلا ممكن تعملوها كلياتها كبده لحالها، وممكن تعملوها زي ما انا عاملتها خالط بين الكبده وخالط معها القلب تمام. اوكي يعني بس طبعا سواهم بيختلف، فانت يمكن تحطي شيء قبل شيء صح. هلا احنا اول شيء دائما زي ما حكينا زي ما عملنا في المعلاق، بنعمل اول شيء بنحط القلب بعديها بنحط الكبده. يا
يعني في اذا حبيتوا تدخلوا اي مكونات ثانيه هي فقط الكبده والقلب اطيب شيء، الفشه فقط مع المعلق. انت بتعرفي في ناس كثير ما بتحب الفشه يعني حتى بتختصرها من المكونات، يعني ممكن يكونوا بحبوا القلب وهي القصص بس الفشه لا ما بياكلوها. لا ما بحبوهاش. تمام، هون رح اترك انا شوي عندي حتى تستوي، حتى تبلش عندي هون تدوب، وراح اعمل انا وياكم التتبيله. طبعا هاي التتبيله كثير طيبه، انا بسميها الدقه. بنجيب عنا المدق. تمام، شو راح نحتاج هون؟ راح نحتاج طبعا هون انا خلطه بين الفلفل الحار والفلفل الاحمر. تمام، يعني حار ومش حار؟ حار ومش حار. أوكي. لانه احنا بدنا نحط يعني هاي الوصفه بدي ادخل فيها الفلفل. اوكي، يعني الخضار مع الساندويش طيبه يعني بتعطيه طراوه. والله كل السندويشات بدها خضره بحس، خلص ما بزبط لا لحم لحال او دجاج لحال او كبده. لازم يكون فيها نوع من انواع الخضار، بتلبق طبعا للحم او اللحوم اللي بتكون موجوده جوا السندويش. صح. هلا هون انا راح احط الثوم، كميه الثوم اللي بتحبوها، بس هاي الاكله بدها ثوم. بدها ثوم يعني صراحه بتعطيها الطعم الطيب. حلو. وعشان نذبل الخضره راح احط شوي من الملح. الملح تمام. تمام، هون انا ما بدي اناعمهم، بس بدي يعني امكس بيناتهم، بدي بس اهرسهم. يعني انا بدي اياها الطحنه تكون عندي هون طحنه خشنه. راح نشيل جزء من هاي التتبيله. ايوه تمام، راح اخلي جزء منها. شو راح نعمل هون؟ وراح نخلطها مع بعض. يعني انت بتعرفوا لما تيجي تنقعوا هاي الكبده بالخلطه هاي، اتركوها مثلا حركه ساعه اذا معاكم وقت، شو بتتخيلوا النكهة الطيبة قديشها؟ طبعا رح احطهم كمان شوي مع القلب مدفع، بخلطهم مع بعض. هذا الاشي صراحة بيعطي طعم كثير طيب، يعني هاي خطوة حلوة بتساعد انه ناخذ نتيجة طيبة. هلا هون انا رح انكه الزيت، رح احط عليه الفلفل الحار. سلام. تمام، خلص كلهم يا علا، كلهم خلاص لازم يضلوا. يعني خلي اليوم اللي بدي ياكل شو حر بدي عاني. طب اسمعي هاي كمان خليها خلاص. طبعا هذا نصه حار ونصه فلفل عادي، يعني ما بخوف. بس هو طياف الساندويش انه جد انه يكون شوي حار. وممكن كمان تحطوا البهارات اللي بتحطوها، يعني ممكن تحطوا نص الكميه. راح احط هون شوي من الفلفل الاسود، شوي من الكزبره. حلو، بس كميه بسيطه. يعني شوفي روائح البهارات ما احلاها، شهي صراحه، مع انه شيء بسيط. بس الفلفل هلا هون رح ننزل اول شيء عندي هون القلب. طبعا هون انا اللي مقطعته شرائح، طبعا وانا عم بنزل بحاول اوزعه. طبعا يلا. تمام ممتاز. طبعا بنحطه، هي ما رح تاخذ معنا سوى كثير، يعني هي سريعه. ليش؟ لانه هن مقطعين شرائح وبسرعه بيستوى. اوكي، طبعا بتتركوها شوي عبين ما تاخذ عندكم القلب شويه لون. يعني شوفوا على طول اخذ عندي التحميره الحلوه. طبعا انا حبيت اعملها بصينيه الستيك، ممكن تعملوها بالصاج، بس انا بدي اشي يكون معي حامي. هلا هون ببعدهم شوي وراح انزل هون الكبده. ايوه، الحلو انها ما بتاخذ سوى، يعني ما بدها وقت طويل بالسوى. ما بدها وقت طويل، بسرعه بتستوي معنا. نفس الشيء هون راح اوزعها وراح اتركها. تمام، بعديها راح اقلبها. هلا هون راح ننزل الطحينيه. راح احط معها عصير الليمون، طبعا كميه منيحه من عصير الليمون. الليمون تمام. اذا حبيتوا تحطوا كمان معها سمثوم بصير، بس لانه انا بدي احط. وحطيت هون شوي من الملح وبحركهم مع بعض. اذا كانت معكم جامده بتحطوا عليها شوي من المي، بس انا راح اشوف كيف القوام معي بعدين بحط المي. وهون بس قبل هيك بدي احط الخضار، انا راح استخدمها. طبعا ممكن تستغنوا عن الفلفل الرومي، بس صراحه زي ما حكيت لكم انا بحب انه نحط كميه من
الفلفل الرومي. لاحظوا الفلفل الرومي، الفلفل الرومي مقطع عندي شرائح. تمام هيك، اتركهم شوي مع بعض، واخر اشي هون رح احط الملح. يعني هيك تكون عندي هي جاهزة. هلا هون حطينا البقدونس، حطينا البصل، وراح احط هون السماق. طبعا ما راح احط اي شيء ثاني، وراح ابلش اعمل معكم ساندويتش سريع. تكون هيك وصفتنا صارت جاهزه. اول شيء هون راح نعمل، طبعا بجيب انا مستخدم هذا الخبز، ممكن تستخدموا الخبز العربي، اي نوع خبز انتم بدكم اياه. في اسمعي، بتعرفي انه زاكي بالاشراك؟ بالاشراك كمان معسر. يا سلام تخيل زاكي للي بيحبوا الكبده طبعا. قال مش انا للي بيحب الكبده بس. علاء انا زعلانه منك، كان قال لي شويه لحمه على جنب. خلص نكست تايم ان شاء الله. ان شاء الله. هلا هون حطينا شوي من البصل، حطينا من السلطه، برجع هون بحط الكبده. تمام. واخر شيء طبعا كونوا كريمين في الكبده طبعا. نعم اكرموا اكرموا اكرموا. وراح احط عيد عليها هلا الطحينيه. طبعا هاي انا مجهزيتها من قبل. سلام عليكي. بنحطها وبنقدمها. شوفوا لي الجمال ما احلى صراحه، بتشهي اللي ما بتشهى. يس. أول شيء حابة أسلم على المتابعين وأتمنى لهم إن شاء الله عيد سعيد بإذن الله. اليوم جبت لكم هيك عشان نحتفل مع بعض كيك عليها خروف، كوكيز وكب كيك. ممكن أورجيكم كيف منحشي الكب كيك بطريقة كتير سهلة بدون ما يكون عندكم أي أدوات تزيين أو كياس تزيين. منجيب قطاعة دائرية تمام، ومندخلها بالكب كيك بالنص، منلفها ومنطلعها، فبيطلع جزء من الكب كيك. يمكن اسمع بالقمع تبع التشكيل. بس اذا ما عندهم اقماع بس القطاعه هاي. سلام. ناخذ الحشوه اللي بدنا اياها، شوكولاته دهن، اي نوع حشوه احنا بدنا اياها بنحطها. حلوه سهله كثير. اسمع في كانت حبه كب كيك ثانيه. مين اكلها؟ جابتها حلو الشيف تكليها. بعدين بنرجع هذا الكيك اللي سحبناه، بنرجعه بنحط القطاعه محلها، وبنضغط نضغط الكب كيك هيك، بصير معنا كب كيك محشي. ولا اسهل من هيك. لا كمان بتسكريها. الله اكبر. بنسكرها طبعا، كل شيء برجع له محله. في شيء كيك ضايع احنا عندنا، ولا شيء بيضيع ابدا. طيب حابه اورجيهم عشان الشيء السريع، الورد كيف بنخليه هيك بارز لبرا لفوق بطريقه كثير حلوه بالضبط وكثير سهله. مش شوي رح ناخذ عجينه سكر. حلو. نعجنها شوي. هون ما لونتيها لسه، رح تلونيها كمان؟ لا ما رح الونها، في ملون بس قلت خليني احط ابيض. وردة بيضة. بيضة. ممكن احط عليها لا ممكن احط عليها شوية دست. رح افردها على الكاونتر. احلى. لازم كنت احط شوية نشا. يلا حطي، ما راح علينا الوقت. Never too late. تمام. اوكي. هلا بنجيب قطاعات ورد، اي قطاعه احنا عندنا اياها. انا في عندي هذا الشكل بقطعها، وفي كمان شكل ثاني عشان تشوفوا كيف فرق الشكل الورده كيف قد ايه بيفرق. تمام. هاي الورده، هي هدول الوردتين. والله سهله هاي. هلا هدول شكلهم كثير كثير لطيف وكثير حلو، بس اذا جبنا سفنجه، اي سفنجه تكون نظيفه، ممكن سفنجه جلي بس ما نكون مستعملينها طبعا. وبعدين جبنا يعني اي شيء دائري زي هذا التول او اي شيء ثاني، مش شرط هاي التول نشتريها. ونضغط على الورده بالنص، اخذت شيب 3D فصارت هيك رافعه لفوق بطريقه كثير حلوه. وهاي نفس الشيء بس انا بدي احطها في السيليكون، هاد بيجي معاها عشان تاخذ الطبعه نفسها. عشان تاخذ الطبعه. أيوة. بالضبط. بعدين بشيلها. يعني شايفين عشان هيك عجينه او الكيك اللي بتكون بعجينه السكر بتكون شوي اغلى من الكريمه. لانه شغلها. يعني شوفي انت الديتيلز، انت عم تشتغلي على ورده بالضبط. كم ورده وكم خروف. يعني مو سهل والله الشغل. مزبوط. ممكن نعطيها شويه لون. بس هالخروف كيوت يا علا. يعني بحكي لها دارس برا. وجهه حلو هيك نظيف. وحاطط بلشر وحركات. بناخذ بودره طبعا، هذا كله بيتاكل.
بالريشه وبنحطها على الورده فبتعطيني شكل حلو كثير. افكت للون حلو لطيف. وممكن ناخذ هدول سبرينكلز بنباعوا جاهزين. ناخذ وحده بنحطها بالنص. يا سلام. ايوه بيطلع معنا شكل ورده كثير حلوه خفيفه الظريفه الحلوه. بالضبط. والحلقه قربت تخلص يلا. اذا في وقت ممكن احكي لهم عن الكب كيك والكوكيز. في وقت معنا مهند. شو على السريع يعني الاشي ما حياخد مني. يلا في دقيقتين. اوكي تمام. هلا بالنسبه للكب كيك والكوكيز انا طبعتهم على ورق سكر بيجي ورقه A4. هدول احنا بنطبعهم باماكن مخصصه اذا حابين تعرفوا وين بنطبعهم ان شاء الله يعني ابعثوا لي على صفحتي بساعدكم. اللي بدنا نعمله انه بدنا ناخذ انا كنت كثير اعاني زمان اول شغلي قبل 14 سنه لما كان يجيني اوردرات كب كيك وكوكيز وعليهم اشي مطبوع اعاني وانا بقصقص بالدائره كثير صعب. هلا شو فاخترعت طريقه صراحه كثير سهلت علي انه بس منجيب العجينة السكر منفردها. اوكي بعدين تمام سريعا. يلا بعدين بناخذ الورقه هاي لزقيها عليها. بنحط شويه جلو او مي حلو بس ما منكتر على الدائره اللي هيها بتكون مخايله. أوكي. هاي مثلا اللي بالنص. تمام بنحطها تمام على ورقه السكر ونجيب قطاعه بتقطعيها نعمل هيك. بيرفكت يسلموا ايديكي. بدعتي. الله يسعدك. هاي طريقه كمان حلوه هي علمتنا اليوم طريقتين حلوين حشي الكب كيك وهي كمان السكر هذا اللي بيكون مطبوع. فبدي اتشكرك كثير نسرين عيدك كل عام وانت بخير حبيبتي. شكرا لك على الاشياء الحلوه اللي جايبتي لنا اياها معك. العفو. اعيد سريعا بس كيف بنسلق السن بس ننظفه ما بيحتاج تنظيف كثير بس بننظفه بمي وبملح ملح خشن. بنحط بالطنجره مي بنحط ورق غار وحبتين هيل. أوكي. وملح فقط لا غير. بنزل السنات على المي وبخليها لحد ما تستوي. هاي للسنات بعد السوا بس يستوي. هلا اذا بنعملها بطنجره ضغط بياخذ ساعه بعد ما الصفاره تصفر. اذا بطنجره عاديه بياخذ من ساعتين لساعتين ونص. وهو اول ما نطلعه من المركه تبعته على طول بنشيل القشره تبعته. هلا يعني هيك مقشر جاهز. شيلت القشره بتكون بعد السلق بعد السلق مش قبل السلق. لا ما بتطلع. اوكي خلي الزيت يحمى براحته. شويه زيت زيتون زيت نباتي. او سمن بسر. هلا خلينا ناخذ نحضر التراتر صوص تبع الفته. بناخذ لبن بناخذ طحينيه وهلا بناخذ عصير ليمون. يعني المكونات جدا بسيطه. بناخذ ثوم مهروس ورشه فلفل اسود ورشه ملح. نزيد الملحات شوي. واهم خطوه شو بنحط عليهم شوي من مرقه السنات. هلا حطينا الزيت على النار وبدنا نعمل اللوز. بحب شوي احط منها على الخبز. هذا عشان تعملي ميكس يعني هيك ميكس طعم وبيطر الخبز شوي النكهات. بنمسك التراتر صوص اللي سويناه وبننزل على الخبز. بناخذ السناد. في ناس بتقطعها انا بحب اخليها زي ما هي. خلينا نحط اللوز على الزيت. شكله حمي. واحطه على الوجه طبعا. بنزين بشويه سماق. ليمون. بقدونس. ورشه بقدونس. ورمان للي بحب. للون. بالضبط تكسر اللون. سلام. يا سلام يا شيف. طلع هيك صاروا جاهزين. في معلومة كتير مهمة يا روان. شو هي؟ أول ما نذبح الأضحية لا تشتغلي باللحم. شو نعمل؟
اللحم بتكون الدورة الدموية لسه شغالة فيه، الأنسجة بتكون لسه شادة، يفضل إنه ينحط بتبريد لمدة 24 ساعة. طب بدنا نطبخ أول يوم عيد؟ ماشي يعني خليه ساعتين ثلاثة أربعة للمساء ما في مشكلة. أوكي. عرفتي؟ بس إنه في ناس بتذبح هلأ بتطبخ هلأ بتضل اللحم شاد. أول إشي جبنا كتف قطعناه، بناخده قطع متوسطة. شو بنعمل؟ عنا حكينا بطاطا، عنا بصل، عنا توم، عنا فليفي ألوان، بناخد إشي إشي. بس بدي أخذ أول إشي اللحم وأتبله. بنحط اللحمة، بنحط البابريكا، كل إشي بدنا نحطه على اللحم بدنا نحطه على الخضار. حلو، نفس المبدأ. أوكي، هاي البابريكا، جميل، فلفل أسود، كركم، وهي كاري، رشة الملح لا غنى عنها بكل مكان. صحيح، سبحان الله، لانه يعني كل شيء طعم. صحيح، لا يعني حتى لو حطيت شايف كل هالبهارات ما في طعم بدون الملح. طبعا طبعا، زيت زيتون او زيت عادي، زيت نباتي. بنحط البطاطا. اذا حطيتي اول شيء بطاطا. البطاطا، بنحط البصل. البصل، شايفه روان؟ بنحط كل شيء، اهم شيء التوم. تومه، ما شاء الله حبات التومة عندك. كبيرة، لازم يناسب ال مدفون. شايفة روان؟ هلا كل شيء حطيناه على الجاج بنرجع نحطه على ال زي ايش؟ هذا كركم. هذا كركم. ايش نحط كمان؟ البابريكا أساسية. بالمدفون بالضبط. اوكي، الكاري. فلفل أسود. هي أم خالد قطوف من مادبة بتصبح عليك. يا صباح الورد. يا حي الله بأهل مادبة. أهل مادبة بتحماها. شايفة. بنحط مرق دجاج. مرق دجاج. فلفل أسود حب. لأنه بدنا إياه هلأ بحكي لك وين. وبنحط حبات قرنفل. وبنحط ورق غار وعود قرفة، وبنخلي لأنه بدنا إياه كمان. ونسينا الجزرات. لا إلا الجزر. لا بنحطه عادي. نحط الجزر. وآخر إشي بدنا نحطه يا روان، البندورة. البندورة. هيك إحنا خلصنا طبقة الخضار. صحيح. كل هاي الخضار مجرد ما تحطيها على نار واطية بتنزل ميتها. من ميتها بتستوي، ما بنحط ولا نكتة مي على الوصفة. حلو كتير. اللحمة. هلأ قبل ما نحط اللحمة على الخضار لازم نعمل خطوة. شو هي؟ بنحط بطنجرة مي. تمام؟ بنكون غاسلين وناقعين الرز حبة طويلة، أقل إشي أقل إشي ربع ساعة. أوكي. تمام؟ بنحط بالمي ورق غار، عود قرفة، وبنحط حب قرنفل وحب فلفل أسود. تمام. شو بنعمل؟ بنستوي الرز ثلاث أرباع استوى. أوكي. تمام؟ يعني بتتركيه من 7 لـ10 دقائق بالمي. حلو. هاي أهم خطوة. يلا. هلأ بنصفط اللحمة فوق الخضار اللي احنا حطيناها. ايوه. ست بتحكي لي انا ما عندي طنجره ضغط. عادي حطيها على طنجره عاديه. زي ما حكيت لك اترك الخضار 20 دقيقه على نار واطيه تنزل ميتها تستوي. هي واللحمه، بعدين ارجعي اشخلي الرز زي ما احنا عملنا. وبتحطيها فوق المكونات كلها اللي حطيناها وبتتركيها تقريبا ساعه وربع على الغاز. حلو. هذاك الرز اسمه رز مشخول. رز مشخول. من المي اللي كلها بتنزلها بطنجره. هلا شو كمان انه اللي بيساعدنا بالضغط انه يستوي كله بنفس الوقت. أوكي. انها ستيم بخار. ستيم. وما في كميه مي عاليه. وراح تكون النار واطيه كله بيستوي مع بعضه. ممتاز. هلا بنصفط الرز اللي شخلناه. ايوه، فوق كل المكونات اللي حطيناها بالطنجره. جميل. والرز زي ما حكت سلقته مع شوية هاي حبة ورق غار بس. صحيح. صح. ملح، ملح، ورق غار، حب قرنفل وحب فلفل أسود. ورق القرنفل بس. اللي هو كبش قرنفل. بالضبط. ممتاز. هلأ هيك أمورنا تمام. شو بنعمل؟ طنجرتنا جاهزة، بنغطيها يا روان وبنتركها على نار واطية لمدة ساعة لساعة و12 دقيقة بالضبط. خلص ننساها الطبخة.
شوف قدامك هاي ما شاء الله المدفون جاهز هون قدامي. شو رايك تحطي لنا اللوزات على الوجه؟ طبعا يلا هاي رح نحط اللوز بسم الله على وجه مدفون اللحم. هاي زي ما شايفين ما شاء الله شكله بيشهي. تسلموا ايديكي وعينيكي حبيبتي. الف صحة. اول شيء يا حبيبنا في عنا ورد زي مشاهدين قناة رؤية. هاي الوردة بطلع اذا انت الورد هون تعطيكم نكهة رائعة جدا. بطحناه داخل خلاط صغير روعة. ناخذ لنا شوية من اللبن، ضيف منها الليمون تمام والزيت وكمان الخل يا ابو طه. خل تفاح هذا ولا طبعا خل تفاح. اوكي طبعا عندكم خل عنب خل تفاح اي نوع خل تمام. طيب هالثوم المستكة طبعا اذا كانت يعني صلبة اطحنوها مع شوية ملح نقطتين ثلاثة بس. بالضبط جميل نقطتين ثلاثة لإعطاء النكهة. في عندي من الزنجبيل الهيل الناعم انتبهوا كبش قرنفل براس الملعقة. شوفوا قديش شوفوا قديش طلعوا. عندي السبع بهارات الكمون البابريكا ممكن تستخدموها حارة أو الحلوة اللي بدكم إياه. عملنا الخلطة والآن بدنا نضيفها على اللحمة. طبعا اللحمة مقطعة جوليان طلعوا هيا قطع صغيرة شوفوا هيا. بنضيف الخلطة هون. الخلطة هاي لازم تقعد 24 ساعة شايفين. هاي الخلطة نضيف هالتتبيلة على أساس إنها قعدت يوم كامل داخل الثلاجة. عندي بندورة مقشرة وبنجيب لنا بصل. طه والله شوقتنا اشوفها بعد المستر جوليان برضه. يلا بدكم تفتحوها عن بعضها بتلمض لها الشاورما. انا ما بحب الشاورما. شايفك والله انا والله يا ابو طه شايفك شاورما. الفرن حرارته على قديش يا ابو طه؟ اكيد تكون 220 بالبدايه. يا عيني عليك زي ما ندخلها على الفرن يا ابو طه وما بتضيف ولا اي شيء مي لانها مش صينيه لحمه. هاي شاورما والله ما اني استيوارد. بدي اياك تنكش عليها وتذوق من جواتها. طيب اسمح لي اعطيني اسمح لي انا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. جيب لي النكهه دايبة ومتشرب النكهة. كيف من الشاورما؟ بطريقة ما كثير بدنا نعمل أطحنية. هاي عشان كل لقمة. أيوة يا عيني أطحنية ولبن شوية ملح من عصير الليمون تمام. يا سلام سنة من الثوم. تذكروا زمان يا شباب اكيد هتتذكرها. بعرف شو الرجال الجديد بيذكروها شيء اللي هيك كان صحن. تفضل عمي قال بيرشك علي صح. طب هسه ابو عون ممكن اذوق وحده بوكزم بالطحينيه يا زلمه بوكز مين ماسك اجيب شوكتي يعني يا زلمه. انت خط احمر يا ابو طه عندي على راسي والله يا ابو. هي الطحينيه صارت جاهزه شويه شايبز. لحظه لسه في عندنا كمان شغله نسويها. بصل ابو طه حلو جوليان حلو اوكي شويه سماق مع بصل بهارات نهار مخلل و... يا عيني عليك. هالبصلات الجوليان مع هالسماق شو كمان حطيت عليهن شويه هيك بقدونس اذا في شايفز كل شيء خيار. منجيب الريش خروف بلدي. هلا اذا بتجيبوهم من اللحام خبروا لحامكم هلا
الريش بيجوا من الظهر من فوق وفي عندك من قاع الظهر من آخر الظهر. حاولوا يعطيكم اللحام من قاع الظهر، بيكون فيها لحمة أكثر من العظم وبتكون لحمتها طرية وزاكية، فبيكون عندي بهذا الشكل. يعني بتيجي المتلة حجمها أكبر من تحت الظهر. تمام؟ رواق، راح أمسكها بس بدي أفصلهم عن بعض. تقدروا صحيح، في طريقة اللي تركتها هيك. كيف بتسوي الريش؟ بنجابه زي هيك، طبعاً بتكون طويلة، بتلفها كلها على بعض، بس افتحها من هون من غير ما نفصلها، بنفتحها وبنلفها بهذا الشكل وبنربطها من فوق بخيط وبنحطها من شوية بالفرن تطلع كتير زاكية، بس لازم تكون قطعة كبيرة، وبنحط حواليها خضار مشوية بتطلع كتير طيبة. أوكي، هاي واحدة من طرق ممكن نسوي فيها ريش الخروف، بس اليوم بدنا نعملها بالطريقة اللي متعودين عليها. راح أجيب كم من علق روزماري هون، بين تقدر صحيح تقدروا تستعملون المشاوي، شايفين لما تاخذوا الورق من هون هيك تعملوه بصفي عندك على السريع بيطلع ريحته، بصفي عندك زي هذا السيخ، هذا برضه فيه نكهة الروزماري، تقدر تشك فيه إذا بدك قطع دجاج طاووق أو لحمة وتشويها على المقلاي أو تحطها على النار اللي بدك إياه، بتاخذ نكهة الروزماري برضه بتطلع كثير طيبة، يعني بس بده يكون عرق أطول. فلما تفرموا دائما الأعشاب بتطلعوا الزيوت اللي جواتها فبصير طعمها مركز أكثر. راح أمسكهم واديرهم هون. ما عندكم فريش، في مجفف موجود بالسوق كمان تقدروا تستعملوه. راح اجيب ليمونه، طبعا دائما قبل ما تعصروا الليمونه حاولوا تحرجوها شوي على الكاونتر عشان نحرك شوي العصير اللي جواتها وتصير اسهل لما نعصرها. ما لقيتش طبعا من الصبح احكي لكم قديش تغلبت، لقيت خضره وغراض بالسوق ما في ولا إشي يا جماعة عشان العطلة. أجيب زيت زيتون كتير زاكي هاي الطريقة، جربوها. هلأ أنا عامل نص الكمية، مش هحط كل كمية التومة، وعندي هاد سن توم كبير واحد بيكفيني. هذا هيك صدامي حرام، امبارح بقول لك توتر ما لقى اكل بس بنكت امبارح، فيش خضره فيش شيء بالسوق كان. طيب راح اهرس التومي هون. ايش في فلفل اسود؟ ضروري يكون فريش، بيختلف كليا عن اللي بيكون مطحون جاهز. انا بحب استعمل الفريش بس بالطبخ. جيبوا زي هذا المرتبان، دينارين ونص كانه حقه. خلص جيبوا فلفل الحب الاسود، شلت عبيه حب، خلص عبوه حب، بيختلف كثير طعمه بالاكل. يعني عم بحاول اعطيكم طرق تطلعوا الماكسيمم فليفر من الاشياء اللي اوريدي عندكم بالبيت. اوكي، حركهم منيح. وعندي هون ملح، وعندك يا سيدي العزيز فلفل احمر مطحون. يا سلام، مجفف للي بيحب شوية نكهة حارة. هدول الخلطة راح أنزل فيها الريش عندي هون، وبدي أسكر عليهم بنايلون، أحركهم وش منيح، وراح أسكر عليهم بنايلون وأتركهم بالثلاجة يرتاحوا ما بين 3 ساعات لـ4 ساعات. أوكي، بعدين منجيب مقلاي، إذا موجود عندكم هذا النوع من المقلاي اللي بتيجي مخططة منها فيها زي هيك، بيجي فيها خطوط، بتصفي بالآخر زي كأنه حطيناها على شبك على الشبك على المنقل، بناخد نفس التشويحة أو نفس الخطوط تبعت الشوي. أوكي، سخنا مقلاي اللي عليها الخطوط زي ما حكينا عشان نشوحها ونقلم اللحمة على أقصى درجة حرارة، تركناها يعني تقريبا 5 دقائق عم تتحمى قاعد المقلاي، وراح أنزل عليها الريش وما نحركها عشان بدي أخد الخطوط هاي بالعرض وبدون ما نحط اي شيء، بس ما اوريدي عليها معبيه زيت. ما هي صح، بعدين طلع كيف لون اللحمه يا جماعه، صار لونها عبياض، بلش تستوي من الاسد من الليمون، فهيك بخفف علينا فتره طبيخها بالفرن او على الغاز. سامع هذا الصوت؟ هذا الصوت معناته امورنا تمام. سامع وشايف وشامع وشامع شامع تمام. هاي هيك
تقريبا قديش حكل سايد صدام؟ يعني تاخذها تقريبا حسب حمل الغاز تبعك وحسب نوع المقلايه تبعتك، تاخذها بس من دقيقتين لثلاث دقائق لما تاخذ عندي الخطوط المقلمه هاي. اوكي ايوه هذه هيك طبعا ما راح نكبها، نديرها على الوجه 100% اللي طلع هذا ساوند افكت هو بالضبط صح. وراح امسكهم على فرن محمى مسبقا على اعلى حراره، راح ياخذوا معي بس يعني من 5 لـ10 دقائق. تمام عندي هون راح ندير بس خلص، في عندي هذا الويسك ابو الزوز بكفي بوفي. عندي هون زيت الزيتون في مك سمير سوبرمان متحنا. خلص تعملها المره الماضيه هذا. ابو زمره كل عام وانت بخير. راح اجيب هون عندي ليمونه. خلص انا حولت والله يا اخوي صدام. الله يكثر خيرك. راح احط عصير ليمون. ما شاء الله ما احلى هالليمونه ولا بزري حاس ولا انا بتهيأ لي بلا شكله هيك طلع لي شيء هيك وطلع لي شيء هيك. ابصر هاي يطلع فيها بزر او لا. هذه هيك عندي هاي هيك. عندي هون شويه اوريجانو. تخيل ما ابسط هاي الدريسنج يا يزيد. كثير فريش بس فريش اند لافلي بالضبط. وعندي هون رشة الملح ما حكتر كثير عشان ما اطلع عندي مرحل ريش. امورهم تمام صح؟ وبس بنحركهم لما يصير قوامهم كريمي. نحط يا سلام الصوص اللي عملناه قبل الهواء، بس نحطه على الوجه زي هيك. طفيناها طفيناها بليمون زي ما بيحكوا 100%. هلا قدموها مع خبزه جنبها كثير زاكيه او مع سلطه الجرجير اللي رح نعملها هلا بسندويش. بتقدروا تطلعوا اللحمه تحطوا معها جرجير، تحطوا معها بطاطا مشويه رح نسويها هلا برضه رهيب فخمه. دكتوره هذا كله من الكعك والمعمول. فوائد اللحوم ما علينا بالمعمول. لا انا عم دقدي احكي عن اللحوم والكوليسترول. لقينا علاج المعمول. هذا هو علاج المعمول انتهى. والشيف بقول لك كمل على 20 حبه. بقول لك ال 20 حبه والله بعرف هي الحبه فيها 5000 6000 سعر يمكن. والله هو اللي بيضل يوزني انا ماليش دخل. هو اللي بيضل يسوي. دكتوره انا ما بحبش المعمول العلم بالشيء وانا صرحت رسميا. انا بحب المعمول. لا شكرا. بس بتحب الكنافه وربان يا سلام تمريه شوكولاته بقلاوه تمريه لا بتكسر اسناني بديش اياها والله. طيب كيف كل عام بخير؟ كل سنه سالمين تمام كله تمام نشكر الله الحمد لله. الاجواء العيد حلوه كثير جميله ها حلوه اجازه جميله اكيد كل سنه يعني مستمتعين طبعا بالاجازه بالعطله اكيد. انا مكتوب عندي ومضار فوائد ومضار اللحوم صح والكوليسترول صح. احنا بالساعه حتى اقلعناها تحط فوائد هي كان مضار لحالها. لا هي بدنا نحكي عن الناس اللي عندهم كوليسترول كيف يتعاملوا مع اللحوم يعني كيف ياكلوا قد ايه ياكلوا، خاصه بتعرف بالاعياد الواحد شوي بياخذ راحته كثير خاصه العلاج. اذا كان عنده مشاكل في ناس بقول لك مثلا خلص ما هي 3-4 ايام اجازه، بس ممكن انه احنا اذا العقل الباطني في شخصيه دكتوره بتكون بكل عائله اردنيه هذا بيكون نسيبك ابن خالتك هذا اللي دائما متولف حط هالصاج على هالنار حط بتحبه بحس بحب الحوس اجواء الرحلات والحوس دائما جاهز هذا موجود بكل عائله في انا مثلا زوج اختي نسيبنا من هذول الناس اللي دائما متولف بختص بس بحب يجمع يلم وما بحبش يكسفه. فاحنا بدنا بس نعطي نصائح للناس اللي عندكم كوليسترول هلا راح يومين من العيد كيف يكملوا بقيه العيد اوكي. هلا احنا مشكله هلا في عندنا اللحوم حمراء وفي عندنا الدجاج والاسماك، اكيد الدجاج والاسماك نسبه الدسم شوي ما بتكون زي اللحوم الحمراء، فللناس اللي عندهم كوليسترول دائما بننصحهم انه يحاولوا بالاسبوع ما نتجاوز مره مرتين من اللحوم الحمراء بالاسبوع، فاذا اكلنا اول يومين العيد يفضل باقي ايام العيد يكون الاطباق ممكن يوم نباتي، يوم سمك، يوم دجاج عشان يقدروا يسيطروا على الموضوع. ثاني شغله اذا الواحد كثير جوعان زي ما قلت هلا مش يوم الكبده ويوم الفخذه لا هم الكبدة. يومين هم يومين بدنا نسيطر عليهم. ثاني شيء بتعرف كيف مرات هلا كنا نحكي انه مرات بالعيد والجمعه الناس بتسحب او بتاكل مع القعده واللمه، فاحنا اذا بدي انا اجوع حالي عشان اكل بالليل اذا عاملين سهره عاملين صاجيه حاطين لحمه رح تاكل كميات كثير كبيره خاصه اذا كان مع هليه واللي هي عباره عن كوليسترول،
فبدنا ننتبه لهذا الشيء. هلا في كثير ناس بيقولوا لي ما هي اللي بنسمع انها مفيده، هلا الدهون زي الزبده واللي اكيد فيها الدسم، الدهون فيها مثلا نسبه من فيتامين دي فيتامين اي، بس للناس اللي بس بس بنفس الوقت والله بنحكي قاعدين بس بنفس الوقت نسبه الدهون المشبعه والكوليسترول عاليه جدا. صحيح. فللناس اللي عندهم كوليسترول بدهم ينتبهوا للكمية اللي بده يتناولوها. فإحنا ما نجوع حالنا، لأنه إذا جوعنا رح نأكل كتير من هاي اللحمة. إذا أنا بدي أستمتع مع الناس وأنا قاعد بدي أبدأ بصحن السلطة، بدي أدخل خضار عشان أكل أقل من كمية اللحمة اللي موجودة. شايف شايف؟ والله قدامي معلقة دكتورة. بدي أبدأ بصحن السلطة. ما قدرت. أنا تلاحظ الدكتورة قاعدة تلعب أعصابنا. تعطيك الخبر الجيد. بس لازم بترد ترجع. بدك تنتبه لانه بس كلام الدكتوره 100% صحيح. صح. طب الله يسعدك. شوف والله شوف انا من اشوف يعني الكبده لها فوائد طبعا، يعني بس مليانه كوليسترول مليانه هاي المشكله عن جد. بس طيبه هاي المشكله. شو اسوي؟ اسمع انا بتحب الصينيه الكبده ناشفه شوي؟ لا لا شويه. على قولت الشباب مسقسقه مسقسقه ايش؟ دهن. لا شيف نعملها بطريقه صحيه. بقول لك والله كلامك صح، بس بقول لك شو عم بصير معنا احنا دكتوره. يعني حتى مرات اذا احنا معزومين على طبق زي هيك ومحضر بشويه دسم وانا عندي مثلا كوليسترول او عندي مشاكل صحيه، فبدي انتبه اذا انا بدي استمتع مع الناس بهذا الطبق، بدي مثلا فطوري اعمله مثلا ممكن افطر حمص ساندويتش احط معه خضره، اكل فواكه خلال النهار، اتاكد اني انا ماخذ كل كميه الالياف اللي انا عندي باليوم عشان يعني نسوي توازن. نعمل توازن. فبهي الطريقه من كل يوم تروح على العزومه بدك تفوت تقول جوكو تفضل لا شكرا ما متعبالي سبقتكم سبقتكم ولا العظيم. بس وفي على فكره شوي معتقدات خاطئه عم بتصير وعم تنتشر شوي، يعني مثلا زي موضوع اللي هلا حكيته انه الناس ماخذين انه مثلا اللي دسم وفيها فوائد، فصاروا الناس يفكروا انه خلص انا بقدر اكل منها قد ما بدي. فالناس اللي عندهم مشاكل صحيه وامراض قلب عم بوقعوا بهاي المشكله. زي موضوع الزيت النباتي لما نحكي زيوت مهدرجه، هلا كلمه زيوت مهدرجه اللي هو بضيفوا عليها هيدروجين عشان يحولوا الزيت لصلب زي المارجرين. فلما صرنا نحكي للناس انه ابعدوا عن الزيوت المهدرجه صاروا يروحوا على الزبده والسمنه بدل الزيوت النباتيه، مفكرين انه الزيت العادي الطبيعي اللي بنطبخ فيه هو هاي الزيوت المهدرجه. هي لا، هي زيوت المهدرجه اللي هي موجوده بالمارجرين والزبده النباتيه. فشوي المعلومات عم بياخذوا معلومات شوي غلط وعم يعني بيطبقوها بحياتهم ومش عارفين انه ايش المقصود فيه بالضبط. في عله من اللي ذكرتهم مش موجوده عندك؟ ايه والله لا والله لا والله. اذكر لي عله من اللي ذكرتهم مش موجوده عندك. بس شوفي دكتوره أوي. انا وسمير من مدرسه انه يا حرام الخروف شو بياكل؟ عشب حشيش وعشب نباتي الزلمه. انا مش الموضوع فاحنا بناكل انه حرام مفيش اشياء يعني. فعشان هيك فعشان هيك أهم. في عله من اللي ذكرت لا والله مش موجوده عندك؟ لا والله والله كل شيء عقده فيه عندي. لا بس شوف انت قلت لي ان انت صرت تخفف. شوف يعني اذا قلت بنصدق احنا جديد بصدق اللي بدي اياه جديد. شوف لانه عون عامل دايت فكلنا بالدار معه. برافو. صرنا صار في 1000 سعر في 550 في مش عارف ايه احنا ماشيين معهم بس ينامون ما نبلش. تمام. يعني هذا بس قدامي يعني شف خلص يلا اوكي خلص اوكي سمحتك خلص. شو الوضع عندك؟ شو الوضع؟ الوضع عندي بقول لك قلب علم التلفزيون اكلت معلقة ضغط عيد علم التلفزيون لا توقف قدام الضيف وتتكتف. شو اسوي لك؟ لانه بسوي حاجز بينك وبينه. طيب شو نعمل؟ الدكتور يعطيك الف عافيه. انت بدك تعيد عن جد يا دكتور. خلص الدنيا كل اللي بتحكيه والله انه احنا بنحاول ان نطبقه ان شاء الله. عرفتي يعني بنحاول بنحاول. لا هي الشيف انا اليوم قال لي ما رح يحط سمنه بال صح اليوم كله صح او ليه صح؟ اوكي بقدرش احلف عنه. اوكي خلص اوكي مش شيء يا زلمه لحمه عجل فيهاش حبه دهن. لاحظت ما فيش شيء شويه ليمون وخل والخل بذوب الكوليسترول يا زلمه صح؟ طيب دكتوره يعطيك الف عافيه. اهلا شكرا دائما لك هذا الرونق الجميل بحضورك. الله يسعدك تسلم. وبنسمع كلامك احنا بس ما تكرش يعني. شكرا لك. شكرا زياد وين المعلقه زياد؟ استمتعي بما تبقى من يومك في الاجازه ان شاء الله. تمام طيب احنا نطلع فاصل. حاب تطلع فاصل؟ حابب طبعا. خلطت الخلطه؟ لا يا عمال بتكوسه من مخلط انسقسيهن عشان نرجع نشويهن بتكو؟
سأسألنا طيب. يعني سأسألنا يعني دكتورة أنا بالمطيبة شرفني إني أعزمك على معلاق عن جد؟ صحي أكيد معلاق صحي بإيش معمول؟ من دون زيت نهائيا أوكي مشوي شوي شو أوكي. رأيك؟ حلوة الفكرة شو رأيك؟ حلوة فكرة جدا شفت كيف؟